اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم. السلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم مولد الرسول أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وآله، ونبارك للإمام صاحب العصر والزمان روحي له الفداء، ونبارك للمراجع العظام، ونبارك لولي أمر المسلمين السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله. فجرك يا أبو القاسم صار بالعالم بيانه، وركز بعزة وجوده بين هالأمة كيانه، ورفع للملة شعاره وكسب بالموقف رهانه. خابت ظنون الأعادي والنصر يوم القيامة. فجرك يا أبو القاسم ذرة عقد مكنونة، فيه الإبة والمرجلة وفيه الفكر وفنونة. فجر الحضارة الرايدة الموصوفة بالمأمونة، بالتوعية المدركة فجرك يظل عالي الهام. يقيم مأتم المرخ للسنة الثانية على التوالي هذا الموسم المبارك، والتي أطلقت عليه موسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويتكون هذا للسنة الرابعة، ويتكون هذا الموسم من عدة فعاليات نفتتحها بفعالية هذه الليلة مع سماحة الشيخ رضي القفاص بورشة عمل تحت عنوان نبع الشغاف. وليلة غد إن شاء الله تابع لهذا الموسم، وهي أمسية قرآنية مع موشحات قرآنية بمشاركة القارئ صادق الصفار، والقارئ سيد جعفر الموسوي، والقارئ أحمد محفوظ، وفرقة طه للتواشيح. وبعد غد وهي ليلة الأحد سوف تكون هذه الفقرة الأخيرة من هذا الموسم، وهي مسرحية لفرقة شباب كرزكان تحت عنوان على بساط الرسول. وإن شاء الله الفعاليات القادمة سوف تبدأ في تمام الساعة 7:15. وبما أننا نحيي موسم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بأس أن نتذكر أو أن نشير إلى ما أشار إليه الإمام الخميني في مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الإشارة وهي أسبوع الوحدة الإسلامية. فجرك يا أبو القاسم من روح الله الخميني، سبحته من سيف حيدر عمامة الفتح المبين. خلوا خطكم مثل خطه هذا منهاج حسيني، صاحب النفس العظيمة من بني الآل الكرام. فجرك يا أبو القاسم يصبرنا على الشدة، بحث الشيعة والسنة مضائلهم على الوحدة. إيد بإيد آمرنا نعد القوة والعدة، على كل قاتل وظالم وكل من حكم بالإجرام. أما الآن فنستقبل سماحة الشيخ رضي القفاص محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. نبارك لكم ولادة النور، ولادة النور محمد النبي صلى الله عليه وآله، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهو بكل المقاييس والأعراف والأديان شاطئ وسحاب، شاطئ أمان لكل خائف وتائه في زحام الحياة. وسحاب رحمة تهطل رأفة وأمنا وسلاما من لدن غفور رحيم. وولادة حفيده الإمام الصادق عليه السلام، وهو صادق القول الذي عبق الإسلام بعلمه وفكره وعطائه. إن أي مجتمع مسلما كان أم غير مسلم لا يكون مجتمعا بشريا سويا ولا ذا مسحة إنسانية ما لم يتضامن بعضه مع بعض في آلامهم وآمالهم، وما لم يتلاحم ويتعايش ويتسامح فيما بينه لتحقيق المصالح العامة له ككيان واحد تتشابك فيه حاجات الحياة والمعيشة والعلاقات والسياسة والمصير والحاضر والمستقبل. هاي الأولاد سير تحتهم هنا حتى لا ي... نعم خلهم مكانهم بس يهدؤون. هذه المعاني أحبتي، معنى التلاحم، التعايش، التسامح، التشابك، الكيان الواحد، قد أشار إليها هذه المعاني والقيم الإنسانية السامية، قد أشار إليها القرآن الكريم الذي هو هدى لمن ائتم به، كما يقول أمير المؤمنين. القرآن الكريم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى:
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سبحانه وتعالى: هذه قيم، ها، إذا تأملنا هي قيم إنسانية. وقال سبحانه وتعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام أولى ببعض في كتاب الله. وقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقال سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه الآيات تدل على أهمية التلاحم، تضامن، تعايش، تسامح، تشابك، تعاون. وأيضا هذه القيم الإنسانية أشارت إليها المواقف الكثيرة والكم الهائل من روايات أهل البيت عليهم السلام، من روايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام، الأئمة عليهم السلام، الرسول، هم القرآن الناطق. برنامجنا معكم أيها الأحبة عبارة عن تناول بعض الروايات المباركة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، والاستفادة العملية منها بمشاركة الجمهور. فنحن سوف جميعا نشارك في هذا البرنامج، وأنا أطلب مشاركة 5 من كبار السن ممن يجيدون القراءة، و5 من الشباب، و5 من الصغار. حصلناهم زين، ما حصلنا ولو واحد من الكبار يقرأ 5 أحاديث، ولو واحد من الشباب يقرأ 5 أحاديث، ولو واحد من الصغار يقرأ 5 أحاديث. وبعد هذا يعني المهمة فقط القراءة، شخص يجي يقرأ لنا حديث وارد عن النبي أو الإمام الصادق أو أحد الأئمة، وبعد ما ينتهي نصلى على النبي نقول له تفضل، بعدين ما ننتهي نحاول أن نستخلص المعطيات لهذه الأحاديث، معطيات مثلا أحاديث فئة أو شريحة الكبار، ومعطيات أحاديث شريحة الشباب، ومعطيات أحاديث شريحة الصغار. عنوان البرنامج، وقبل أن أذهب إلى عنوان البرنامج، هناك أناس لهم حق علينا ونحن نعيش في هذه الذكريات، في ذكريات المواسم، في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله، وفي ذكرى موسم الوحدة الإسلامية، وفي تحريك شعار المجلس محمد صلى الله عليه وآله. أو شعار المجلس هو
التلاحم والتضامن ضرورة مجتمعية. هناك أناس لهم حق علينا، ما يصير المناسبة تمر ولا نذكرهم. الشهداء الأبرار الذين وهبوا أرواحهم لدينهم ووطنهم وشعبهم من أجل العزة والكرامة، وحق هؤلاء لهم حق ثابت لا يزول، وحق ثابت لعوائل الشهداء والأسرى الذين قدموا فلذات أكبادهم في سبيل مستقبل الأجيال الصاعدة، وحق لا ينقطع لأولئك الأسرى الذين هم عنوان الصمود والصبر حيث يكتبون على جبين البلد معاني الشرف، وحق راسخ لنبض الثورة المباركة وهم الرموز الأحرار، وحق راكز لجرح الثورة ومرضاها الذين عانوا من جراء التنكيل. تحية إجلال وتقدير وتضامن وتلاحم لهؤلاء. وقبل أن ندخل في عنوان البرنامج نقرأ الفاتحة لأرواح الشهداء والمؤمنين. أما عنوان المحاضرة محمد صلى الله عليه وآله نبع الشغاف. الله سبحانه وتعالى خلق في داخل هذا الإنسان مكانا ملاذا للمشاعر، من هناك من ذلك المكان تخرج المشاعر والأحاسيس، من نبع ذلك المكان كان محمد صلى الله عليه وآله يخرج الحب والإحساس والعطاء، ولذلك كان صلى الله عليه وآله المصداق الأعلى لذلك النبع، ذلك المكان. ولذلك كان صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمحمد صلى الله عليه وآله نبع الشغاف، يعني نبع الحب، نبع الإحساس، نبع العطاء. وإحنا إذا خلينا صورة الشيخ قائد، وقبل الشيخ الأئمة عليهم السلام، هم دائما نبع الحب، نبع الإحساس، نبع العطاء، نبع النفع، نبع الخدمة، وهم السائرون على خط النبي صلى الله عليه وآله، فهم رحمة وعطاء مبارك. نعم، الله تعالى خصنا نحن المسلمين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لنا من أجل أن يعلمنا أمور ديننا وكل ما يتعلق بدنيانا، ولذلك ينبغي الشكر والحمد أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعمة بالنبي صلى الله عليه وآله وخصنا به صلى الله عليه وآله. من نبع حبه، فمن نبع شغافه، يعني نبع حبه
وإحساسه وعطائه كانت أمتنا أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن نبع شغافه حبه وإحساسه وعطائه كانت أمتنا خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن نبع شغافه حبه وإحساسه وعطائه كانت أمتنا أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أما الآن فقد جاء دوركم أيها الأحبة، احنا نريد خمسة من الكبار، من كبار السن الذين بإمكانهم أن يقرأوا. عندنا أحاديث هنا خمسة خمسة خمسة، زين المطلوب بس الذي يتمكن من القراءة من كبار السن يشرفنا هنا ويسحب حديث ويقرأه للأخوة، فقط هذا المطلوب، والشباب أيضا والصغار أيضا. وقبل أن نذهب للسحب اللي يحب يهيئ نفسه، وقبل أن نذهب لسحب الأحاديث قراءتها، أولا الرسول صلى الله عليه وآله يقول: ووقروا كباركم. شوفوا ذاك الحج اللي هناك وش اسمه، حج عبد الله، أبو محمد سمع ثقيل، زين نبى واحد هني من كبار السن جلنا هني فوق، رجال كبير حتى أم بكبير، إذا واحد كبير يجينا أم بواحد كبير إذا يقدر يجي سريع بنسولف فيها، إحنا صغار من كبار بعد، لا لا بس بسولف فيها أبو علوي، بس بسولف فيها ما بخلي يقرأ، بس سول بس سوالف شوي. صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليكم سيدنا، طالع مني شوي الجماعة، كيف حالك؟ حياكم الله. أنت بهذه المناسبة مولد النبي والإمام الصادق، وش عندك من كلمة تقدمها للجماعة؟ والله ما أعرف شيء أبداً. ما تعرف شيء؟ قل لهم أي كلمة. على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرسول صلى الله عليه وآله يقول لنا: ووقروا كباركم. يعني ووقروا كباركم، يعني هذا حين أبونا كبير كيف نوقره؟ أولا وقره أولا لكبر سنه، إكرام ذي الشيبة من إجلال الله، إذا جل صاحب الشيبة يعني جل الله. اسمعوا يا أولاد حطوا بالكم كيف نوقر الكبار، نحترمهم نقدرهم، أولا لأنهم كبار، ثانيا لأنهم مسلمين قبلنا ولحد الآن مسلمين، مو بس مسلمين مؤمنين على الولاية، فنحترمهم. إذا نشوف الحج هذا يمشي في الشارع ما السيد ما أتقدم عليه، أخذ إجازة أول من عنده لأنه كبير، هذا التقدير، مو من أشوفه شيء ده أشخط شدي، لا أقول له سيدنا السلام عليكم ترى أنا مستعجل اسمح لي بتقدم عليك، شوف هذا توقير. لو صار مثلا محاججة وقيل وقال وياه أعطي المجال، هو ما أخذ وأعطي وياه زايد، أحترمه أقدره،
هذا هو ووقروا كباركم. تفضل حبيبي. موفق يا سيد. دعوا لنا. الله يخليك. الله يسلمك. الله يخليك. حياكم الله. تفضل. سلمت. الحين نبغى واحد كبير. تفضل. حياك. تقمت له. تفضل. حياكم. حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلوا. اولا احنا قبل لا نبدي بالكبار نبغى من عندك بس كلمة خفيفة جدا نص دقيقة وانت تعيش في الموسم. ما هي الكلمة اللي يمكن ان تقولها للاخوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني انا ما نقعد على قولتك انصح غيري بس عندنا النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت الاقتداء بهم هو أفضل طريق لنا يعني للنجاة. ويعني نبغى الإنسان يبغى ينجي هو الاتباع في أي عمل يعني. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن رسول الله صلى الله عليه وآله طاهرين وصحبه المنتجبين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صلوا على محمد وآل محمد. الشخص التالي الثاني منو بيجينا من الكبار؟ نبقى كبار شباب بعدين نبقى كبار الحين شوي. من يقرؤون؟ تفضل. حياكم الله. نجحوا البرنامج لحد الان اخركم بعد. السلام عليكم. بارك الله فيكم. بعد ما نخليك تلقي كلمه سيده من هي الحديث يعني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمام الباقر العلوم عليه السلام: لئن أعول أهل بيت من المسلمين أسد جوعتهم وأكسو عورتهم وأكف وجوههم عن الناس أحب إلي من أن أحج حجة وحجة 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 ومثلها ومثلها حتى بلغ عشرا ومثلها حتى بلغ السبعين. صلوا على محمد وآل محمد. الله حسنت. الله عليك. ما شاء الله حديث عظيم. سد الجوعة وكسو العورة أفضل أحب من أحج حجة وحجة سبعين حجة أفضل من سبعين حجة. ما شاء الله. الذي بعده يلا تفضل. حياك حياك. توكل على الله لا تعطل. أيه. السلام عليكم. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله سلام الله عليه يقول: صدقة يحبها الله إصلاح بين الناس إذا تفاسلوا وتقارب بينهما إذا تباعدوا. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد اللي بعده سيد حسين كبير. يلا حياك سيد حسين. حياك. تعال. من هنا أكبر من سيد حسين؟ تعال سيد. حياك. ترى يعني من أهداف البرنامج إن ذكر النبي محمد وآل محمد بالصلاة على محمد وآل محمد. حياك الله. سلمك الله.
أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله. صل على محمد وآل محمد. يلا فضل مولادك يلا الثاني يلا قوم سيدنا قوم يلا يلا صوره بعد صوره بتليفون بعد تفضلوا. عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحب المرء المسلم لاخيه ما يحب لعز اهله ويكره المرء المسلم لاخيه ما يكره لعز اهله ويناصحه الولاية. صل على محمد وآل محمد. نعم ويناصحه الولاية يعني خليه على الخط على خط أهل البيت عليهم السلام على هذا الخط الطاهر. يعني من يشوف في عندي شيء يقدم لها ابقى على الخط لا تذهبن بك المذاهب. انتهينا من شريحة الكبار جزيتم خيرا ووفقكم الله. الحين نحتاج إلى فئة الشباب. خلنا نتحدث عن الشباب. نبقى واحد شباب يجي لنا فوق. فئة الشباب هيا هيا تفضل هيا. الشباب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم حياكم الله يقول أوصيكم بالشبان خيرا. زين فإنهم أرق أفئدة بسرعة تأثرون وبسرعة يستجيبون وهم عماد المستقبل بناء الأوطان سر نهضة البلدان تقدم البلدان. عندهم مغامرات عندهم عطاء روحية العطاء. أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة وفي رواية عن الإمام الصادق فإنهم أسرع إلى كل خير. الرسول صلى الله عليه وآله اهتم بهذه الفئة اهتمام جدا بالغ. بناهم في جميع النواحي ثم بعد ذلك استعان بهم على نشر دعوته وعلى تقدم دعوته ونشر دعوته في البلدان. ومن بناء كفاءتهم قلدهم مناصب راقية في الإدارة وفي قيادة الجيش وفي التبليغ. وهم أعمارهم على 18 مصعب بن عمير وإسامة وعتاب بن أسيد. هذا واحد للإدارة واحد للجيش واحد إلى التبليغ. إدارة مكة أو المدينة شوي عند واحد شاب 22 سنة أو جيش 18 سنة أو 22 سنة تبنيغ. فإذن اهتموا بالشبان يا جماعة في يا الجماعة العاملون في المرخ اهتموا بالشبان. أوصيكم بالشبان خيرا. زين قبل أن ناخذ لك حديث إذا عندك كلمة إلى الشبان. لا بس كلمة جدي خفيفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أتمنى بس من الشباب المحافظة على الصلاة بر الوالدين حضور المأدم. في القرية بعد في مشكلة أيضا صايرة بعض الشيء يعني نعاني منها هي العزوف عن المشاركة
في أنشطة وفعاليات مؤسسات القرية واللجان اللي فيها. أنا أتمنى أن احنا نساهم في عمل الخير من خلال العمل في هذه اللجان والمؤسسات أكثر وأكثر علشان نرتقي بالعمل في القرية. أحسنت، خوش كلمة مهمة، وهذا هو معنى التلاحم والتضامن. أنت إذا تبى تسوي لك رصيد وجود لطائفاتك لأماتك من وين؟ من النهوض، من خلال المؤسسات. فلابد كلنا نشارك في هذه المؤسسات، خصوصا الشباب عندهم آمال وطموح يمكن الاستفادة من عندهم. تفضل حياك. عن أبي عبد الله عليه السلام: اتقوا الله وكونوا إخوة بررة، متحابين في الله، متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا وأمرنا وتذاكروا أمرنا وأحيوا. صلوا على محمد وآل محمد. وتلاقوا وتذاكروا أمرنا، حتى إذا جلسنا جلسات يكون ذكر أهل البيت موجود فيه، سواء كنا في حوطة أو في مجلس أو في أي مكان، ذكر أهل البيت يكون حاضر. أدلة زين لبعد من الشباب. تفضل حياة. الله صل على محمد وآل محمد. حياكم الله. عن أبي عبد الله عليه السلام: للمسلم على المسلم من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، وينصح له إذا غاب، ويسمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات. صلى على محمد وآل محمد. التالي من الشباب، يلا لا تعطلونا، يلا من الشباب. حياك. معروف ان مال المرخ يشاركون، معروف يعني. لا لا، ولد من اولادنا. عن الامام الصادق عليه السلام: المؤمن ينصر المظلوم ويرحم المسكين، نفسه منه في عناء والناس منه في راحه. صل على محمد. اللهم صل على. يقول نفسه منه في عناء، يعني عادة المؤمن من صفته نفع الناس والخدمة. شوف دائما يجهد نفسه، دائما في عناء، في خدمة المؤمنين، في تعب دائما يجهد نفسه. نعم، الذي بعده من الشباب. حياك، تفضل. منه بإيمان. حياك. عن الإمام الصادق عليه السلام: عليك بإخوان الصدق وأكثر من اكتسابهم، فإنهم عدة عند الرخاء وجنة عند البلاء. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. تالي من الشباب. حيا الله، بارك الله فيكم. عليكم السلام حبيبي. عن أحمد بن النضر عن أبي إسماعيل قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، إن الشيعة عندنا كثير. فقال: فهل يعطف الغني على الفقير، وهل يتجاوز المحسن عن المسيء ويتواسون؟ فقلت لا. فقال عليه السلام: ليس هؤلاء شيعة، الشيعة من يفعل هذا. صل على محمد وآل محمد. احنا نشكر باسمكم شريحة الشباب. احين نبقى الصغار، خمسة من الصغار من الشباب. احين اول واحد بنبدله لابس قحفية،
اللي يلبس قحفيا بدي اول شيء. ايه في شهر رمضان، في استقبال شهر رمضان. سلام عليك، حياك، كيف حالك؟ في استقبال شهر رمضان احنا شوي نجول في خطبة الرسول صلى الله عليه وآله، في مقطع منها يقول: ووقروا كباركم وارحموا صغاركم، أما رحمة الصغار روحوا اقرأوا في الحقوق الإمام الصادق عليه السلام. بس أنا سريعا، رحمة الصغار نتحملهم أولا، نقدم لهم المعونة ونتحمل مشاكلهم ونصبر عليها، ولن نوبخهم ونآذيهم لا ضربا ولا باللفظ، نكون أقرب الناس إليهم، نلبي حاجاتهم روحية نفسية. زين، إذا أخطأ خطأ مثلا نستر عليه، نجود بروحه، يمكن حتى ما تحتاج بعض الأحيان يتوب أمه بروحه، في الرواية تستر عليه، جود بروحه تستر عليه تتحمل به. عادة في هالسن يحتاجون إلى نفس طويل، تحمل، عناء. إلى جانب ذلك أهمية المراقبة والمتابعة والتربية. بجيب لكم مثل من الرحمة، يعني من رحمة، من الرحمة اللي لابد أن نقدمها إلى أبنائنا. مثلا استريح. الزهراء سلام الله عليها، الإمام الحسن والحسين إذا طلعوا من البيت ما يحبسونهم، يطلعون برا ويروحون مع الأولاد ويلعبون مع الأولاد، لكن إذا رجعوا البيت أول من تستقبلهم الزهراء، مع أن الزهراء عندها فضة، وفضة معروف مكانتها تدينها والتزامها، هي أم البيت تسميها الزهراء، هي جعلتها أم البيت، لكن أول من يستقبل الحسن والحسين الزهراء سلام الله عليها، وتقعد تسولف إياهم وتقول لهم: وش صار برا؟ قعدتوا لي منهم؟ وش صار من حكي؟ ليش؟ لأنه إذا في أي تلوث من البداية يقضى عليه. هذه الرحمة تربية، يعني رحمة تابعة. مثلا من ضمن الرحمة، رحمة يعني تربية، إن الزهراء سلام الله عليها تقول له الحسن والحسين: روحوا مسجد جدكم واسمعوا ايش يقول الرسول، إذا جيتوا خبروني. هذه رحمة، توجيه، توجيه لفظي. مثل واحد الحين يقول: ترى الليلة في المارخ يا ولدي يا محمد، ترى الليلة في المارخ اكو في محاضرة موسم، يا ولدي روح الموسم واسمع وش يقولون هناك فلان فلان، تعال خبرني. هذه رحمة الأولاد تابعة، توجيه. على كل حال حتى لا أطول عليك، أول شيء يبقى عندك كلمة للصغار ثم تقرأ الحديث لعليك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجه الأطفال أن يواظبوا على المساجد والمآتم، وأن يشاركوا في خدمة أبي عبد الله الحسين في موسم عاشوراء. قال أبو عبد الله عليه السلام:
شيعتنا الرحماء بينهم. احنا يعني انت تستحق ازيد من هذا، لكن احنا قررنا ان نعطي بس يعني اولادنا الصغار نعطيهم هدية. انت تستاهل اكثر مما هو موجود هنا. صلوا على محمد وآل محمد. الا بعده من الاولاد من هو بيجي لنا يقرا حديث؟ هيا الحين عاد بقول لك الطلعه حق الفلوس لو حق هني حق هذا زين، لان هاي خربك. زين اسحب هذا. عن ابي عبد الله عليه السلام: احب لاخيك المسلم ما تحب لنفسك. صلى على محمد وآل محمد. تعال حياك وفاء. الا بعده حياك سيد رضا. السلام عليكم حياك الله. اسحب الحديث. النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن مرآة أخيه يميط عنه الأذى. يعني وين شو يميط عنه الأذى؟ يبعد. يبعد يعني وين شو بعد شوي؟ فسر الجماعة. يحميها. يحميها من الخطر. عنده مثال يعني شوي بس نخاف يجودوننا. زين حياك تفضل. تفضل حبيبي. نعم الا بعده. صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليكم. عن ابي جعفر عليه السلام قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة. أحسن. صلوا على محمد وآل محمد. اصبر. مد. يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة. يعني ما؟ يعني نصاحة. يعني حين تنفس النفس كيف تنصح مثلا؟ إذا شفت مثلا غش في المدرسة وش تقول له؟ نبي قال ما غش. إيه مثلا إذا شفت مثلا يجي من يجي البيت من يوصل البيت فلت الشنطة وطلع برا ويلعب كورة بشبة الظهر ويأدي جيرانه وش تقول له؟ نبي ما قال نسوي كذيها. إيه ما يأدي جار الواحد عدل. تونا بننام ولا طخ 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 تونا الحين بننام تونا بنرتاح ما تشوف إلا كورة. هذه النصيحة. بارك تعال حيا. صلوا على محمد وآل محمد. يلا الأخير آخر واحد آخر واحد. قال الإمام الصادق عليه السلام: خير الناس من نفع الناس. وش يعني خير الناس من نفع الناس؟ يعني أن ينفع هذا مثلا إذا كان محتاج يعطي، لين كان ما عنده بيت يعني يقاوي. أحسن ما شاء الله. أنت في الطين. فطين يعني ذكي. فطين 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 عدل عدل. زين أحنت ودرس من الله بعد. أحنت وش تنصح الصغار؟ خير الناس من نفع الناس.
وش توصيهم في الأشياء اللي تنفع الناس مثلا يعني أزد من كذي وش مثلا إلين واحد يعني هذا مثلا راجع من الامتحان طلع يعني الوقت ساعة 9 سيدة راح يلعب ويراكض ما راح يذاكر أنا أروح أقول له روح ذاكر بعدين تعال لعب. هذه نصيحة بعد هي نفع الناس زين نفع الناس يعني الواحد من الحين يعلم نفسه إن أي شيء مثلا في الديرة قالوا إنه مو بنفون الديرة بيشيلون الوصل في الديرة يكون أنا موجودة إنها في نفع لوين للنفس الناس كامل أدلة أو مسوون عمل خيري مثلا أنا أكون أول واحد موجود لأن اللي ينفع الناس يسمونهم الآمنون يوم القيامة. بارك الله فيك فضلت سيدنا خذ هذه هدية لا ما في مشكلة خذها هذه هدية إيه تبشارك تعال تعال قعد مني يا الله تعال هنا سلام عليكم يقول عليكم السلام عليكم السلام شحوالك زين وايش اسمك أحمد عبد الشهيد ما شاء الله انت الجن ماتم على طوله من اول الناس انت تجي حق وجن ماتم بتروح الصلاه تتعلمه قول اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل اعطوه هذا بعد اعطوه تعال تعال بقول لك بس أك سؤال تحب النبي لو الفلوس نبي اللهم صل على مدوى رحت مكان سويت يا ولد من الأولاد في دمستان صغير هو معوق لكن لطيف فعاد قلت له تبه هدية قال إيه قال وش تبغى وش الهدية اللي تبغاها قال ورقة هو يأمل هذا لين فقلت أنا بعطيك أعطيت الظرف قلت له وش فيه وش فيه هذا قال بيزات بيزات زين وش سألت بعد قلت له تحب النبي لو البيزات قال بيزات قلت تحب النبي لو البيزات قال بيزات تالي قلت له وش عندك من كلمة قال يا محمد اللهم صل احنا في نهاية برنامج تقريبا الحين بنروح للمعطيات سريعا اولا نشكر الأحبة الصغار على المشاركة احنا يهمنا من قراءة الأحاديث هي المعطيات معطيات الأحاديث وهذا لا يعني أن احنا إذا رحنا للمعطيات على كيف نطلع لابد موازين موجودة عندما تعطي الأحاديث تعطيها بموازين وهذه يعني استخراجات أخلاقية أولا في شريحة الكبار أشارت الروايات إلى الأخوة الإيمانية لها متطلبات وحقوق متبادلة كثيرة منها التواد التراحم التعاطف التفقد تنزيل المؤمن منزلة أعز الأهل مناصحته الولاية والنصرة والمساعدة احنا نركز على هالقيم في ظل ظروفنا الصعبة الريد نركز على مثل هالقيم فيما بيننا تلاحم التضامن مع أهميتها أيضا مع المسلم الآخر ولكن إحنا في داخلنا البيت المؤمن لابد أن تقوى مثل هذه المعطيات أيضا الروايات أشارت إلى حرمة أذية المؤمن التي هي من المسلمات الدينية أيضاً أشارت
إلى إعانة المؤمن التي هي من الواجبات الأكيدة. يعني ما ينام الإنسان إلا مطمئن على جاره، على أخيه من أرحامه. يعني لابد تنام وأنت مطمئن إن جارك وضعه طبيعي، ينام مرتاح، عنده أكل، وضع زين. الإصلاح بين الناس قيمة إسلامية رفيعة. الإنسان لابد يجهد نفسه في الإصلاح بين المؤمنين، قارب بينهم، هذه قيمة مهمة. أيضا الوحدة قيمة إسلامية رفيعة، وحدة بين المؤمنين وبين المؤمنين والمسلمين، الوحدة قيمة إسلامية رفيعة، لابد نحاول أن نسعى لتحقيقها وتأصيلها. والفرقة مرفوضة إسلامية. الأخوة الإيمانية من النعم والألطاف الإلهية على المؤمنين. أن تكون عندك أخوة تعتمد عليهم من المؤمنين، هذه نعمة. هذين يساعدونك عند الرخاء، فلا بد من الإكثار من المؤمنين. المؤمن لا يحمل غلا على أخيه المؤمن، إنما يحمل الحب والعطاء. الإيثار والتعاون على البر والتقوى من صفات المؤمنين. نعم، أنا أعرف أن أخي مفصول، أقاسمه أموالي، أبذل عليه. والتعاون بين المؤمنين في مناطقهم وفي المنطقة والمنطقة الأخرى، هذه من صفات المؤمنين. الولاية والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من مرتكزات المجتمع الإيماني. هذه أهم معطيات شريحة الكبار. أما الشباب، أولا العشرة الحسنة والصحبة الطيبة من حقوق الأخوة الإيمانية. ثانيا ضرورة بناء الأخوة والصحبة على أسس دينية واضحة وحقوق متبادلة، وهذه يحتاج لها محاضرات، هنا إثارات. الأمر الآخر، التشيع ليس مجرد انتماء، لا، أنا شيعي لابد أتواسى مع الآخرين، أحس بالآخرين، أبذل للآخرين، أعين الآخرين، هذا الشيعي. أما شيعي وبصمة الخير بس عليه ونفسه وما يذب أحد، هذا ليس من الشيعة، بل هو إضافة لذلك، ممارسة عملية تقوم على أساس المحبة والعطف والتراحم والتعاون والعطاء. أهم معطيات شريحة الصغار هو لابد أن نربي الأبناء على المحبة والرحمة، وأن تكون شعارا للتشيع. بعد المحبة والرحمة والعطاء هي الأساس الروحي والعملي للتشيع. نتيجة النهائية أحبتي، إحنا في هذه الليلة سوينا إضافة جديدة جذابة في احتفالاتنا المباركة. إحنا نتمنى أن نرتقي باحتفالاتنا قدر الإمكان، بحيث تكون جذابة وفيها فوائد ترجع إلى هذه الأمة، إلى المؤمنين. الأمر الآخر، أشركنا الجمهور بشرائحه المختلفة. كان ويانا الكبير، كان ويانا الشاب، وكان ويانا الصغير. أحببت أن أركز على أهمية معرفة ثقافة وأفكار أهل البيت. أنا كيف أعرف أفكار أهل البيت، ثقافة أهل البيت؟ من خلال قراءة مواقفهم وقراءة أحاديثهم. فلا بد عندي برنامج إن كل يوم كل يوم أروح أقرأ رواية، كل يوم كل يوم أقرأ موقف، هذا يقربني منهم ويعطيني تالي صورة، حتى ويكون عندي تالي منهج أسير عليه. أما أنا
منتمي لهذه المدرسة ولا أعرف أفكارها ولا ثقافتها، من حقوق الأئمة علينا أن نقرأ ثقافتهم وأفكارهم وبعدين تكون نهج أمشي عليه، لأن من خلال القراءة ومعرفة الأفكار والثقافة هو النتيجة استخراج القيم والمبادئ السامية والسعي لتطبيقها. رابعا، لا تتردد أخي المؤمن في إبداء ملاحظاتك من أجل التطوير والتغيير إلى الأفضل والأرقى. إلا تابعوا البرنامج في هذه الليلة، أتمنى ألتمس منهم أنه من أجل تطوير هذه البرامج أن أي ملاحظة موجودة إرسالها عن طريق السيد حسين أو القائمين. رسول الله صلى الله عليه وآله عن النبي صلى الله عليه وآله: أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. الرسول يريد من عندنا أن نكون كالشامة، هذا الخال اللي يوجد في خد الشخص، لا في خاله هنا، شقد جذاب يجذب. الرسول يريد أن نكون كالشامة، نجذب الآخرين. كيف أجذب الآخرين؟ من خلال ثلاثة أمور: من خلال المظهر، إن أنا مظهري وهندامي نظيف زين. الأمر الآخر جوهر، عندي سريرة طاهرة، والسريرة الطاهرة إنما تأتي من العقيدة السليمة، فلا بد ندخل عقيدتنا جيد داخل طمائرنا، وتالي إذا دخلت العقيدة بحق سلوك الدين المعاملة. فإذا إذا نريد نكون متميزين لا بد نشتغل على هالأمور الثلاثة: إن ظاهري جميل، في رواية شيعتنا كالأترجة مثل الترنجة، الأترجة، ولكن ما بدي حكي فيها لأن عندي برنامج في الأترجة هني، يمكن بعد الحين اللي بيجون صادوا اللغز فما بتكلم فيها. على كل حال، الإمام الصادق سلام الله عليه يشير إلى هذا المعنى. وقبل هذا، إن الإمام الصادق يحذرنا من الإساءة إلى النبي. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وقال رجل: كيف نسوؤه؟ فقال عليه السلام: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، مثل اليوم الخميس تعرض، يعني الليلة تعرض أعمالنا على الرسول. أما تعلمون أن أعمالكم تعرض علي، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك، فلا تسوءوا رسول الله وسروا. وقال الإمام، وعن الإمام الصادق عليه السلام: معاشر الشيعة، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا، معاملة في العمل حسنا، مع الطرف اللي تختلف إياك حسنا، مع اللي يختلف إياك في المذهب حسنا، مع اللي يختلف إياك في الفكر وفي الثقافة حسنا حسنا، وقولوا للناس حسنا، واحفظوا ألسنتكم. مو كل شيء تقول أيها البعيد، أيها المنتسب، مو كل شيء تقول، حتى لو بعض الأحيان أنت على حق، مو كل شيء تقول السيء تاني. واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبح القول، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله
كشف الدجى بجماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنات حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا صلوا عليه وآله. يا لطه يا مصابيح الدجى من غيركم يوم القيامة يرتجى أعمالنا مرهونة بولائكم صلى عليكم من إليه الملتجى. الحب يذهب بالظلام الأسود الحب يذهب بالظلام الأسود ويقتل كل حقد مكمد ويطيب الأفواه من نفحاته عطر الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم طال الانتظار وشمت منا الفجار وصعب علينا الانتظار. اللهم أرنا وجه وليك الميمون في حياتنا وبعد المنون. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اللهم ومن أرادنا بسوء فارد ومن كادنا فكد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.